الحصول على الشهادة لم يكن ليجعل منهم جثثا أفضل، والسكينة المصطنعة لم تعد ترضي ضمائرهم. أما الواجب فناداهم وحرك ضمائرهم نحو السمو والمجد، نحو ثورة التحرير. 8 أشهر فقط بعد اندلاع الثورة تأسس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في جويليا 55-900 ألف. وجه قادة الاتحاد نداء بالإضراب العام لزملائهم في جامعة الجزائر وفي جامعات أخرى في فرنسا وفي البلدان العربية، وكذا لتلاميذ الثانويات والمتوسطات. 19 ماي 56-900 ألف، يوم قرر فيه الطلبة الأخذ بزمام المبادرة والانخراط في العمل السياسي والثوري. المئات من طلبة الجامعات استجابوا لنداء الواجب، ليتبعهم طلبة المتوسطات والثانويات، ويلتحقوا بالجبال جنبا إلى جنب مع جنود جيش التحرير الوطني. زود الاتحاد العام لطلبة المسلمين الجزائريين جبهة التحرير وجيشها بخيرة إطاراته في مجالات الصحة والاتصالات والإدارة والدبلوماسية والإعلام وغيرها. قدر عدد مكاتب الاتحاد العام لطلبة المسلمين الجزائريين بالخارج آنذاك ب18 مكتبا كانت موزعة عبر 4 قارات، فتم تدويل القضية الجزائرية. استمر نضال الطلبة وكفاحهم متخلين عن مستقبلهم العلمي والعملي، فكانوا جزءا من مسيرة بدأت بطولية واختتمت باستقلال ستبقى الأجيال تذكره.